بعدما ان تفجرت بئر زمزم شكرت السيد هاجر الله عز وجل، وكان في قبيلة اسمها قبيلة جرهم وجدت طيور في منطقة معينة، فعرفوا ان المنطقة دي فيها حياة، فلما نزلوا هناك استأذنوا السيدة هاجر عشان يقيموا هناك فأذنت ليهم، وكبر اسماعيل عليه السلام وسط القبائل العربية وهو اول من تكلم باللغة العربية. وفي يوم من الأيام رأى إبراهيم عليه السلام في المنام إنه يذبح ولده، وإبراهيم عليه السلام يعلم أن رؤى الأنبياء حق ووحي من الله، فذهب إلى إسماعيل وأخبره، وقال إسماعيل له: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عندما شد وثاقه وحد شفرته وجاء يذبح فلم تذبح السكين، فنودي من عند الله عز وجل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وفدي إسماعيل بكبش عظيم، وهو الكبش اللي قدمه هابيل ابن آدم قربان لله. وتزوج إسماعيل عليه السلام من امرأة من القبائل العربية. ففي يوم من الأيام راح إبراهيم عليه السلام لبيته، فطرق على الباب ففتحت له زوجة إسماعيل، سألها عن مكانه فقالت: يبتغي لنا. وسألها عن العيشة فقالت: نحن بشر في ضيق وشدة. فقال إبراهيم: فإذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. لما جاء إسماعيل عليه السلام البيت فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كبير فقال كذا وكذا. قال: ذاك أبي وأمرني أن أفارقك. طلقها وتزوج واحدة تانية. وراح إبراهيم عليه السلام وسأل برضو عن العيشة، فقالت: نحن بخير وسعة. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فقال لها: إذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال: هل جاءكم أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ حسن الهيئة، فإنه يقرئك السلام ويقول لك ثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي أمرني أن أمسكك، يعني أبقيك. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة، وألقاكم في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.